وينضم إلينا من دير البلح السيد أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. تحياتي في البداية أستاذ أمجد. أستاذ أمجد تحياتي في البداية لحضرتك وأهلا بك معنا على شاشة النيل الأخبار. تسمعني جيدا أستاذ أمجد؟ تحياتي لحضرتك على شاشة النيل الأخبار. نعم أستاذ أمجد، كيف تابعتم كمدير لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مقتل إحدى المواطنات الأتراك والتي تحمل الجنسية الأمريكية؟ يبدو أن يعني الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لا تأبه بأي جنسية كانت، ليس فقط عمليات الإبادة والتطهير العرقي والمجازر التي ترتكبها هذه الحكومة المتطرفة وهذا المجتمع الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ولكن حتى من يساند الشعب الفلسطيني ومن يأتي من دول أخرى لمساندة الشعب الفلسطيني أيضا يقومون بقتله وإرجاعه في نعش إلى وطني، سواء على سبيل المثال تركيا أو الولايات المتحدة الأمريكية. كيف رصدتم هذه الحادثة وعملية الاغتيال التي تمت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ شكرا جزيلا. نحن ننظر بخطورة بالغة تجاه هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي تحت أحد المتضمنات مع شعبنا الفلسطيني، وهي شاهدة عيان على جرائم الاحتلال. لطالما قام الاحتلال على مدار تاريخي بالاعتداء على هؤلاء المتضامنين وقتلهم، وبالتذكر هنا عشرات من المتضامنين الذين تم التنكيل بهم وايضا قتلهم، واحداهم كانت ريتشل كوريا التي قتلت في رفح تحت جرافه اسرائيليه، بينما كانت تحاول الدفاع عن المدنيين الفلسطينيين وغيرها الكثيرين مما قام الاحتلال الاسرائيلي بقتلهم. اليوم هذه الجريمه التي قام الاحتلال الاسرائيلي المتضامنة التركية من الأمريكية وعدم حتى وتبرير ذلك من قبل الاحتلال الإسرائيلي بمبررات ظاهرة لا تستحق حتى الفكر، هو دليل على عنجهية الاحتلال الإسرائيلي خلال عدم وجود حشر المجتمع الدولي حتى الآن في أعمال المساءلة والمحاسبة، وعدم وجود محاسبة الاحتلال الإسرائيلي ماضي تستغل هذه الحكومه اليمنيه المتطرفه في قتل الاطفال والنساء والمدنيين وتعريف تدمير الاحتلال الاسرائيلي في استغلال هذا الخلق الدولي باتجاه القيام بالمزيد والمزيد من هذه الجرائم. حتى الاداره الامريكيه وهذه الشهيده التي سقطت تحت الجنسيه الامريكيه، الاداره الامريكيه لم تتخذ اي اجراءات حتى الان لحق عمليه التحقيق والمساءله فيما يتعلق بهذه الجريمة. المطلوب اليوم هو أن يكون هناك موقف دولي تجاه هذه الجريمة والجرائم التي ارتكبت حق المدنيين ودفع الدولة الاحتلال الإسرائيلي احترام القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان، وإلا هناك المزيد والمزيد من الجهات التي ارتكبت حق المدنيين. وما حدث في غزة اليوم انتقل إلى جنين وانتقل إلى القرن الجديد، جرائم الإبادة التي تأخذ أشكال مختلفة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين وبحق أيضا المتضامنين الأجانب الذين يساهمون كشهود عيان على هذه الجرائم وهذه الانتهاكات والقضايا التي ارتكبت حق المدنيين. وأشير هنا أيضا إلى ما يقوم الاحتلال الإسرائيلي بحق المتضامنين سواء من منع دخولهم إلى الأرض الفلسطينية وكذلك فرض قيود على حقهم وكذلك الاعتداء عليهم كما حدث مع الشهيده خديجه وغيرها من الشهداء الاجانب.
أستاذ أمجد، إلى متى سيصمت المجتمع الدولي المتخاذل عن هذا الكيان الإرهابي الصهيوني الذي لم يرحم حجر ولم يرحم بشر، بل بالعكس يعني حتى البنية التحتية في جنين وفي طول كرم وفي المدن الضفة الغربية قام بعمليات تدمير للبنية التحتية، قتل أيضا بعض المواطنين في بدم بارد في الضفة الغربية ومدنها، وقد صرح المسؤولون بهذه الحكومة الإرهابية المتطرفة بأن من يعني بأن ما فعل في غزة سيكون بالمثل في الضفة الغربية. ماذا تتوقعون في الأيام القليلة القادمة من هذه الحكومة المتطرفة أن تقوم به حيال الضفة الغربية ومدنها؟ للأسف الشديد ما قام به الاحتلال الإسرائيلي في جنين سواء في الكرم أو في دباس وغيرها من القاف، وأيضا باستباحة المستوطنين أيضا الاعتداء على المواطنين بدون مساءلة وبدون أي قيود تفرض عليهم سواء من دولة الاحتلال أو وما يحدث هو أن هؤلاء المستوطنين يقوم بالاعتداء على المواطنين تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي. جميع الجهات الدولية تراقب وتوثق، ولكن للأسف لا يوجد أي تحرك حقيقي باتجاه هذه الجرائم. نحن ننتظر محكمة الجنايات الدولية أن تأخذ موقفا جديا باتجاه محاسبة الاحتلال، وأيضا العمل باتجاه توقيف رئيس دولة الاحتلال وكذلك رئيس وزراء دولة الاحتلال ووزير جيشه الذين يستغلون هذا الصمت الدولي للقيام بالمزيد والمزيد من الجرائم. في حال لم تكن هناك محاسبة، الاحتلال سيمضي في ارتكاب المزيد والمزيد من الجرائم. وأنا محذر أن نموذج جنين وتذكر الكلب قد يتكرر هذا المشهد بشكل أخطع مما حدث، لأنه تم السكوت على ما يحدث في مدينة غزة والشمال، وهذا التدمير وهذا القتل سيستمر ويتواصل في حال لم يكن هناك موقف حقيقي وجدي اتجاه هذه الاعتداءات وهذه الجرائم وما يحدث في قطاع غزة، وليس فقط في الفلسطينيين وما يحدث هو أمور غير مسبوقة بحق البشرية جمعاء. القانون الدولي ليس فقط على الفلسطينيين بل هو على الجميع، فبالتالي إسرائيل تسجل توافق في منظومة انتهاك القانون الدولي وقانونها، بالتالي تفرض قانون الغاب بدل انتهاك القانون الدولي بظل عدم وجود المساءلة والمحاسبة. هناك توافق ستسجل وسيدفع ثمن الإنسانية جمعاء. نعم أستاذ أمجد، كمسؤول عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، هذه الشبكة تهتم في المقام الأول بالناحية الإنسانية، من إغاثات طبية، من مستشفيات، من يعني مساعدات إنسانية وغذائية. كيف تسير الأمور بالنسبة لحملة التطعيم للأطفال الفلسطينيين في غزة؟ هل هناك تعثر بالنسبة لاستكمال يعني حملة التطعيم، أم أن الأمور تسير بشكل مرضي بالنسبة لهذه الحملة؟ هناك نعم. العثرة الأساسية اليوم من احتلال إسرائيل يمنع وصول هذه الطواقم من مناطق شرق صلاح الدين، وهناك مناطق كعبكان والبيض والأغازي في الوسط والجنوب يمنع الاحتلال إسرائيل وصول الطواقم لهذه المناطق وتطعيم الأطفال، وهناك آلاف الأطفال الذين يقدرون التطعيم، ولكن ما زال الاحتلال الإسرائيلي يتعنت في الوصول اليهم. ولكن اؤكد ان هناك رضا تام عن ما يعمل تقييم عدد كبير، عشرات الالاف من الاطفال حصلوا على التقييم، نحن نتحدث عن اكثر من ربع الاطفال، 250 ربع مليون 250 الف طفل
تم الوصول اليه من قطاعنا والطواقم الكبيره موجوده في الطرقات موجوده في كل اماكن الوصول على الاطفال والقطاعين هم هناك نقاط محدده لتطعيم الاطفال. دور كبير جدا للامن ان نصل لكل الاطفال في هذه الحمله التي تتواصل وتستمر في كافه الاطراف. أشكرك شكرا جزيلا السيد أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، كنت معنا من دير البلح.